ثاني خاسر القعدان وشوط الختام. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اعلنت انطلاقة الشوط الثاني خاسر القعدان للهجان السودانيين بدولة قطر، والشوط الرابع وشوط الختام وختامها مسك بإذن الله، وهنالك المقدمة والصدارة. مشاهدينا الكرام، هنالك البصيري ومحمد بن علي بن يوسف اللحوي، ولكن هنالك اللي تسلل المتسللين الواصل للسيد عبيد الحبر العبيد، من يقدم هذا الاسم الكبير، ولكن هنا التسلل مباشرة شاهين وعبد المنعم الشاعر وثالث المراكز. وصل، كيف حالك؟ كيف حالك بالفعل أبو فزاع الرشيدي؟ كيف حالك بهذا الشوط؟ وكيف حالك بهذا الناموس؟ كيف حالك بالفعل؟ تسلل إلى المركز الثاني، ولكن لنا عودة إلى المقدمة. هنالك شاهين وعبد المنعم الشاعر بشعاره الجميل المميز، ولكن وصل. كيف حالك بالفعل أبو فزاع الرشيدي وثالث المراكز الواصل وعبيد الحبر، من يقدم لنا هذا الاسم القوي والكبير؟ ولكن لنا عودة إلى المقدمة، شاهين وعبد المنعم الشاعر بالفعل يا الشاعر، وحرك يا الشاعر، حرك بالفعل. وصل شاهين، وصل هنالك، الله الله، وصل الواصل بالفعل، الواصل لسيد عبيد الحبر، عبيد وحرك شوية، يا الحبر، الله يا الحبر، سلام يا عبيد الحبر، تهانينا وألف مبروك لمالك الواصل عبيد الحبر، عبيد على هذا الأداء الجميل، والمركز الثاني كان من نصيب المركز الثاني شاهين لسيد عبد المنعم الشاعر، والمركز الثالث كان من نصيب كيف حالك لسيد أبو فزاع الرشيدي.